الاخوان الاغلبيه فيكم ما شافش هذيك المصيبه الكحله اللي كانت وقعت في البرلمان. تخيلوا معايا ان بعض النواب ديال الامه ما كاينش فيهم اللي كيعرف يكتب حتى سميتو. الناس عارفين الاسماء، اللي ما كيعرفش يكتب يطلب ليه حداه الجارو يوري له كيفاش. قال لهم اللي ما تعرفش يكتب سميتو يعطي لهذاك اللي حداه باش يكتب ليه سميتو. دابا الاخوان كلشي ليه الدواء، ولكن هاد القضيه كيفاش غادي ندوزوا عليهم؟ والمشكله الكبيره راه ماشي هي هادي. عرفتوا غير دابا مؤخرا شحال من برلماني تشد في الحبس؟ ولا تخيلوا الاخوان ان هاد البرلماني هذا بخمس سنين ديال الحبس بتهم ديال النصب واصدار شيكات بدون رصيد. دابا اللي بغيتكم انا غير تفهموني وتشرحوا لي كيفاش غادي نثق بان هذا غادي يقدر يدافع عليا قدام الحكومه اللي جالسه سيدي دابا كتعاود لينا في الترابي. ولا اجي حنا نديروا واحد الحاجه، علاش ما نمشيوش نشوفوا دوك الناس اللي تيعرفوا هاد السيد ونسولوهم اسيدي اش بان لهم في هذا الراجل؟ وكل الحق في غبال، واش كيدير هاد غبال؟ هذاك ديالي سبقو، هذاك ماشي ديالي فوتو، وهو ماشي كوف، ما عندوش الكفاءه. غبال كيستغل العقول الضعيفه وكل الغابه كل المواطن البسيط ديال العروبيه. مازال ما شفتوا والو الاخوان، وبعيدا على هاد المشكله هذا وبعيدا على هاد السيد هذا، فالمصاعب اللي غادي نشوفوا اليوم او لا موضوع الحلقه بالذات هو كيفاش عندنا بعض الاعضاء من البرلمان اللي باقيين واحلين غير مع القرايه والكتبه. فمثلا الاخوان وزاره الداخليه مؤخرا خرجت لنا واحد الاحصائيات كارثيه لبعض النواب اللي ما عندهمش حتى تشي مستوى دراسي نهائيا. 21 برلماني ما تجاوزوش حتى الابتدائي، و 132 برلماني ما عندهمش حتى البكالوريا. هذه الحكومه رغم هذه الاكراهات وفي هذه الظرفيه حزمت وجات. شكرا لك سيدي رئيس الحكومه، نحن معك وخصك تحزم مع الدرويش. صافي سيدي، غير حيت انت من نفس الحزب ديالو تبدا تطبل لنا السي اخنوش. وزيد ولاش كتقول لي هذيك تحزم معنا؟ ياك السيد تحزم معنا من شحال هذا وسيرتي عاود لينا في الترابي؟ ولا مازال ما قدكش هذا الشيء هذا؟ اجي بعدا، ياك السيد هذا قال لك كان متابع في شي قضيه ديال الشبه هو 12 واحد اخر، ما عرفت سيدي شي وحدين تما سيدي تابعوه. الله يعلم اخويا، المتهم كيبقى بريء حتى تثبت الادانه ديالو، ولكن حنا غنبقاو غاديين مع هذا الدوسي هذا. اجي بعدا، هذا البرلمان اللي كيطبل لهذا السي اخنوش عنده شي شهاده بعدا؟ متى خديتي الشهاده الابتدائيه؟ ما بقيتش عاقل، باقي في 2000 ملي قالوا ما كاينش شي شهاده ابتدائيه ديك الساعه عملتها. وماشي مشكل برلماني ما يكونش عنده، عملت احتياطيا وبالغداي. هذا غير احتياطيا وبالغداي لا وبالغداي. ها هو امي، ها هو حمار، ها هو قبال، ها هو مسقط. انا ما كنتش في السياسه. هذا الاخوان قال لك غير درت لهم هما خاطرهم حيت طلبوا لي الشهاده، اما هو ما كانش ناوي يديرها كاع. وراه دابا المشكله حاجه عاديه اننا نوليو نوقعوا في بعض القرارات اللي غادا تخلي العالم كامل يهضر علينا بعض المرات، بحال الفضيحه اللي كان دار لنا واحد الكارثه الاخوان راه ما تتخيلوهاش. تخيلوا معايا ان هذا السيد هذا عطى الامر باش انه يتم القتل ديال الكلاب الضاله تمايا بالقرطاس، ودار لهم واحد الاباده وحشيه وخلى الناس تما تسميه بقاتل الكلاب. لا، والمشكل هو انه من اللي قتلهم رماهم في البلايص ديال القمامه. هذا ما فراسوش داكشي ديال الاوبئه ولا ان الجثث راه تقدر تسبب لك في واحد الامراض، هادشي بعيدا على ديك الطريقه الوحشيه اللي دار ليهم. فمثلا انا كنظن الاخوان انه كون كان عنده واحد المستوى دراسي كبير كون قرب لانه كاين طرق اخرى للتخلص من هذه الكلاب هذه بواحد الطريقه اللي مزيانه، اللي نقدروا كاع ما ناديوهم حنا اصلا في بعض اللحظات. ولا ناخذوا حنا على سبيل المثال غير الدار البيضاء، من اللي بغاو يتخلصوا منهم شوفوا شنو داروا. بالنسبه لحنا شركه الدار البيضاء قامت بحجز تقريبا ما يفوق عن 42,000 من الكلاب الضاله، منها تقريبا ما يزيد عن 300 كلاب شرسه وخطيره. ايوا انت سيدي، علاش سيدي ما درتيش بحال هاد الناس؟ تمشي تجيب واحد المختصين ولا واحد الشركه خاصه وتهنيك من هادشي. لا حنا كنعرفوا غير اننا نمشي ونهزوا القرطاس ونبداو نقتلوا فيه. وتخيل ان واحد الدري صغير شافك باش غيحس؟ اولا كيفاش غادي يتفهم داكشي؟ وفين هما دوك الجمعيات اللي كيحميو لينا هاد الحيوان؟ وفين هما دوك الجمعيات اللي كيحميو الناس؟ حيت ملي غتقتل هاد الكلاب هادو وتلوحهم لينا تما في واحد المناطق راه الناس غتصاب بعض الاوبئه. عندي حانوت واحد مكرم من الفرن، واحد عنز كاري ب 10,000 درهم، وعندي تقريبا 40 حانوت، جوج القشتري انا هضر معاك، وعندي جوج العمارات، وعندي ثلاثه المحلات التجاريه، عندي ثلاثه القهاوي. تبارك الله الاخوه، الله يزيدوا. قال لك ثلاثه ديال القهاوي وثلاثه ديال المحلات التجاريه، وكيجيب الحرير من فرنسا. اجيك ما كيجيب الحرير من فرنسا، داكشي علاش بغى يصوب واحد الجلابه؟ قال لك بغى يخيط على ذاك اللاعب العالمي المشهور مبابي اللي كيلعب مع فرنسا. مبابي بغيتو حتى انا الاسلام، لانه منور مبابي، راه الجلابه ديالو مخيطه عندي باش نصيفطها له. مبابي دخلي بخاطري بزاف لانه حتى هو في الملامح ديال الخير. والله الاخوان الى حاجه وحده اللي باغي نعرف هو انه كيفاش خدا ديك الشهاده الابتدائيه. سولوا لينا الله يرحم لك الوالدين. وعندك الله الشهاده الابتدائيه ود السيد؟ ايه ماشي هذا شحال ما عندها حتى حاجه. دوزت مع المحبسيه مع الحباسه لان عمل واحد الامتحان اللي جابوا الحباسه ولا جابوا ديك. متى خديتي الشهاده الابتدائيه؟ ما
ما بقيتش عاقل. يا ربي السلامة، قال لك واخدا مع الحباسة وما بقاش عاقل حتى على امتى خداها. المهم كنتمنوا انه ما يكونش غير دار بحال شي بعض البرلمانيين اللي غتشوفوهم معنا في هذه الحلقة هادي اش داروا تاخذوا الشواهد. المهم دابا الاخوان غادي ندوزوا لواحد الموضوع اللي مهم بزاف اللي تقريبا زعزع علينا المغرب هاد الليل. اسيدي كنا جالسين ما علينا ما بيناتها، قال لك تمت المتابعة ديال واحد الوزير اخر، شي متابعة قضائية في شي ملفات ديال تبديد اموال عمومية وروينك حلا. المهم عنده قرينة البراءة، المتهم بريء حتى تثبت الادانة ديالو. ولكن بالمزامنة مع الحلقة ديال اليوم هادشي راه كيبان لنا انه كثر الاخوان كتنعس كتفيق كتنوض كيقول لك باللي تم القبض على ولا التحقيق مع هكذا. القضية فيها الدق صحيح، غير البرلمانيين والوزراء السابقين ورئيس جهة كاع حتى هو تشد. فهادشي الاخوان كيدل على واحد الحاجة اللي مهمة بزاف، ان القضاء المغربي عندنا غادي واخا الطريق الصحيحة ديالو، اي محاربة الفساد بالرغم من انهم كيبقاو بريئين حتى تثبت الادانة ديالهم. فشفنا واحد القضية اللي خطيرة بزاف، واحد التهمة الاخوان اللي غادي ترونكم الصراحة اللي كتبت عليهم الجريدة 24، قال لك لقاو شي ناس متهمين مع هذا الوزير السابق كياخذوا تعويضات من ميزانية الجماعة مقابل سفريات وهمية. هادشي خطير بزاف الاخوان. وشوف تيفي حتى هي تكلمت على واحد المسألة مهمة بزاف، قال لك انه تم منع هذا الوزير هذا من التصرف في الممتلكات ديالو، زائد المنع ديالو من السفر. فلت من الاعتقال الاحتياطي عقل ممتلكات الوزير السابق لتورطه في قضايا كترتبط بتبديد اموال عمومية واغلاق الحدود في وجهه ووضعه تحت المراقبة القضائية. راه 18 الواحد منتخبون موظفون ومقاولون كلهم خضعوا للاستنطاق. تمنع من السفر وتمنع من التصرف في الممتلكات ديالو، اي بمعنى ما يبيع ما يشري في داكشي اللي عنده حتى يشوف القضاء ديالنا واش هاد السيد بريء ولا مدان. والقضية اللي اخطر من هذه هي 18 شخص اخر. فمثلا غير حسبوا معايا 18 من هنا و12 ولا 13 في القضية ديال المتهمين اللي مع داك البرلماني سيمو، و13 واحد اخر مع داك الوزير السابق محمد مبديع، والعشرات اخرين مع القضية ديال الناصيري ومع القضية ديال البعيوي. ومازال العطيطي اللي حصل مدي شي درهم من فلوس الشعب ما بقاوش كيعقلوا عليه، كيشدوه وتيهبطوه. سين اورديناتور، ها سين اورديناتور، زيد ثانية شنو صيفطوا لنا 15 امبريمون. هادو المغاربة في فرنسا صيفطوا للقصر ياك؟ صيفطوا من القصر الكبير. كاينة 8 الفاكسات السرة صحية 10. راه هذا هو المرض الاخوان. باختصار الاخوان القضية هنا راه كبيرة بزاف. تخيلوا معايا ان الجالية المغربية في برا رسلات جوج ديال الرموكات ولا بمعنى جوج ديال الكونتونيرات عامرين واحد الاجهزة طبية واجهزة شبه طبية، وناض هاد السيستيمو ودار ليها الحيازة بواحد الطريقة مخالفة للقانون، وبالضبط خالف لنا المادة 92 اللي كتقول لك على ان الرئيس خاصو يعلم المجلس كامل. والمشكلة الاخرى هو انه بما ان هادي غير هيبة وعندها واحد العلاقة بداكشي ديال الالتماس الاحسان العمومي، فبحكم القانون هاد الهيبة اصلا كتكون معفية من الضرائب ومن الجمارك. فالحاجة دابا اللي بغينا نعرفو علاش هاد السيستيمو البرلماني عوض انه يدوز في التداول ديال المجلس ويعلم دوك الناس باش من بعد تمشي وتهز وتحط في المستودع الخاص ديال الجماعة. ناضا سيدي دار له هو واحد الحيازة غير قانونية ومخالفة للمادة 92، وداها حطها لنا في واحد المستودع ديال واحد المنعش عقاري في القطاع الخاص. هادشي كامل الاخوان بناء على الاقوال ديال داك العضو اللي معاه في داك المجلس. المهم دابا ناضت لنا ادارة الجمارك ولات حتى هي طرف في القضية، او يتنوض تقدم لنا حتى هي شكاية ضده. اجي ما يكونش غير حيت البرلماني دابا ما عندوش واحد الشهادة عليا في القانون، ما عرفش كيفاش يسير داكشي. ما عرفت والله ما عرفت، حنا غير بحسن النية كنقولوا هادشي وصافي. المهم سيدي داك العضو قال لك ان هذا الرئيس هذا سيدي خان لنا الامانة، وعوض انه يحط لنا هاد الهبة هادي في المستودع الخاص بالمجلس، ناضا سيدي مشى حطها عند واحد المنعش عقاري في القطاع الخاص. ما علينا حنا الاخوان، دوز لنا السيستيم واشرح لنا هاد القضية الله يرحم الوالدين. بغيت نسمعك بخصوص ديك المعدات الطبية، قال لك على انك ديتي مع شي صديق ديالك. اين الصديق؟ والله سيدي ما عرفش منعش عقاري، ما عرفش واش صديق ولا قريب ولا الله اعلم. شي منعش هذيك هذيك المعدات الهبة اللي جات من فرنسا من الجالية الفرنسية، المعدات الطبية. وضحكه هي نيت السيستيم، ولكن انا صراحه عاذرك حيت الواحد خصو الضحكه نيت وتكون طويله باش يلا يفكر في داكشي اللي غادي يقول شنو. المهم ما علينا كمل السيستيم وكمل. واش كنا انا مسكين من الصراحه؟ لا ما كيهمش، دابا كاينه شكايه هي عطاوها للعامل، هي قدامي كاين وثائق. السي العالمي، هذا السي العالمي الاستاذ العالمي، دابا خليه يدبر راسه. لا 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 لا، شوف الاستاذ دابا انت هذه المكالمه راه كتسجل وحنا دابا في حلقه زعما، غير حيت هو رئيس ولا ما نعرف الاخرين الناس فاهمه كلشي بالمقلوب. كمل
كمل كمل. واش خديتي الموافقة ديال المجلس قبل ما تحوز الهبة؟ وسمع داوي انا بالنسبة لك شي هذاك منين جبناه وعطاوه هنا منين مشينا حليناه جبرنا لك شي مستعمل وقديم. تاش مشى لك صاحبي يكون قديم يكون ما مستعمل ما نعرف اشنو نازل جالي الله يخلف عليهم صيفطوا واحد الهبة الجمارك ما خدات من عندك تريات وصلها لديك الساكنة ديالك. ودابا نتوما في الاصل خصكم توفروا هادشي بلا ما يصيفطوهم دوك الناس ما وفرتوهمش ومن اللي صيفطوا دوك الناس لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دابا هادي تيجاتك صعيبة أنك تجيب واحد الهبة منه وتعطيها للناس المواطنين اللي كيستحقوها. لا قبل قبل مستعمل واش كانت عندك موافقة المجلس قبل ما تحوزوا؟ أي سؤال. كيفاش واش عندي موافقة المجلس؟ شي رؤساء عندنا في المجالس لهنا لا في شي مناطق كيسحب لهم راه غير هما اللي كاينين، ما كاينين أعضاء، ما كاينة معارضة، ما كاين قانون كينظم هادشي، والمهداوي تيسول فيه هو تيقول لي لا تنجي عندك ونهضروا. هضر هنا وهضر دابا وقول لنا شنو كاين. لا حق الماتيريال القديم، لا الدولة الفرنسية منعت الاستخدام ديالو، وأنت مالك أسي صيفطوا لك الامانه هز جيبها حط علينا الساكنه ومريضنا ما عنده باس. لا الاعلاميين منتوما كتحاولوا عيب وكتشدونا وطيحونا مرغضونا شي تمرغيضه واحد ما كدير والو لهاد البلاد غير قص الصحافه ويعطي المهداوي تدار. قال لك كانوا كيقولوا عليه ود الفقيه والحاج ودابا فاش دخل السياسه ولاو تيقولوا عليه الشفار. واش داخل عنده؟ سير اخويا قابل المحلات ديالك وقابل القهاوي ديالك والمشاريع ديالك وخلي بلاصتك. راه كاين واحد الدكتور راه 5 سنين هادي هو جاي مطايف معاكم حدا البرلمان وباقي ما خدمش. واش دابا اخويا الروينه هادي واحد عنده الدكتوراه جاي كيطلب في بعض الاعضاء اللي يلاه عندهم الشهاده الابتدائيه. واذا التمس منكم سيده الرئيسه ان نرفع الجلسه لاداء صلاه العصر لان امتداد الجلسه كيمشي حتى المغرب ما دام ان النهار ولا قصير، رجاء ان ترفعوا الجلسه لهذا الغرض شكرا. الله ودي ما قلتي عيب القانون تعطي الرئيسه ديال الجلسه ان ترفع الجلسة في الوقت ديال الصلاة شريطه ان بعض الاعضاء يطلبوا من هذه المسألة. من عرض المصلي لا يمنعوا شي واحد وهذه 12 عام عمر الاخوان قالوا خصنا نصلوا العصر ولا المغرب ثاني ما دقنا الصلاة 12 عام قلنا كنسكنوا على الوقت اللي بغى يصليه من تحت وعلى المسافر عنده الحق يصلي التقصير ما عادش واحد وجهنا هذا شي درس انا واد السيم واد ديما مقربل علينا في هذا البرلمان الاخوان قال لي اكثر من 12 عام واد الاخ هذا في هذه الحكومه ما عمرهم طلبوا يصليوا العصر حتى لدابا. دابا الرئيسه هذه شنو غادي دير الاخوان؟ السيد النائب انا سمعتك انا سمعتك وانا اقول لك لا شيء قبل صلاه العصر لا شيء قبل صلاه العصر وارفع الجلسه لصلاه العصر. يلا سيدي لا كلام فوق كلام الرئيسة. يلا سيدي نمشيو نصليو وسيدي واللي ما عارفش القوانين وما قاريهمش يمشي يا سيدي ويراجع لنا الأنظمة الداخلية ديال البرلمان. ستة فاطمة سيتمنى احباس سيدي احباس. انا بالرغم من ان الحديد الناضي اللي كاين عند الوزراء والبرلمانيين انا غير بان لي هاد السي ايتمنى وانا نقول احباس ضروري خصنا نهضروا في القضيه ديالو. اسيدي ثاني كنا جالسين تقال لك اسيدي هاد السي ايتمنى خرج في حقه واحد الاجراء قال لك اسيدي بانه تم المنع ديالو من السفر من اللي استمعت ليه الفرقه الوطنيه ولكن للامانه فسولته الصحافه قال لهم بلي هادشي ما كاينش وبلي انه الاسبوع المقبل عنده واحد السفر. فالسؤال اللي كاين دابا هو علاش هاد الاخبار هادي ولات كتروج بزاف واش بصح ولا ماشي بصح الله اعلم. المهم هو نفاه اجي بدا ضرب شي لي على الحديده اللي كاينه عند فاطمه خير ولا لا. سيدي الله يزيدها والله يعطينا سيدي شي بلاصه في ذاك البرلمان حنا تولي عندنا شي حديده مزيانه. المهم على الاقل السيده هذه انسانه كتشوفها انها مثقفه وتدافع بعض المرات على الشعب. دابا السؤال اللي كاين الاخوان هو هذوك البرلمانيين اللي ما عندهمش واحد الشواهد وواحد الكفاءه كبيره شنو خصنا نديروا باش نعاونوهم مثلا باش انهم يقدروا حتى هما ياخذوا واحد الشواهد. فمثلا انا ما بغاش تفهم ليا كيفاش انه غنجيبوا واحد الشخص اللي ما عندوش مثلا اقل حاجه هي شهاده البكالوريا ويقدر يصوت لنا على واحد القانون اللي غادي ينظم لنا او لا يمنع لينا واحد الفعل معين في المجتمع. وبالتالي انا من رايي الخاص الاخوان كيبان لي انه ضروري خاص هاد الناس تكون عندهم على الاقل شهاده البكالوريا. وبعد ما تم الضبط نائب برلماني عن حزب العداله والتنميه في حاله غلط اثناء التياجه امتحانات البكالوريا ولا ثاني وماشي ضروري اننا خصنا نقلوا في البكالوريا باش ناخذوا الشهاده. ايه واخا تكون انت برلماني ولا من حزب العداله والتنميه بحال ما هاد السيد فلا ما خاصكش تنقل سيدي بالاخص انت راك برلماني يا حصره وصاحب بن كيران الروح بالروح.
واللي صوت على قشيبل صوت على عبد الاله بن كيران. شحال خايبه القضيه الاخوان، تعطي التزكيه لشي واحد وفي الاخر يحصلوه تينقل في الامتحان. وبما انه هو عنده حق الرد فخرج سيدي وقال لك بان هذه ما كتعتبرش حاله غش. فالقضيه وما فيها هو ان المدير ديال ديك المؤسسه جا لعندي، جبدت انا دوك ثلاثه التليفونات اللي كانوا عندي وعطيتهم ليه، وسجل لي الحاله ديال الغش واخا ما كتش في حال التلبس. دابا المشكله هو ان هذا القانون هذا اللي نورمالمون خاصه البرلمان يكون عارفه بالضبط في الماده الاولى من القانون 13-02 اللي كينظم هادشي ديال الغش في الامتحانات، كيقول لك بان حيازه وسائل الكترونيه بحال الهاتف غير الحيازه ديالها ماشي بالضروره تستعملها، غير الا حصلت عندك كتعتبر حاله غش. بينما لا رجعنا لواحد البلاغه لقوا بانهم لقوا عندك ثلاثه ديال الهواتف ماشي تا واحد. وزيدون انت اش باغي تنقل في الماده ديال الفرنسيه؟ ماده الفرنسيه مهمه، ما العربيه ما واكلاش، ياك العربيه كيتكلموا بها بعض الاعضاء. التصويت الموافقون 64، المعارضون 210، الممتنعون لا احد. التي السيد رئيس عنده نقطه نظام، تفضل السيد رئيس. عندي نقطه نظام السيد رئيس في العدد اللي كيصوت بنعم ما موجودش في القاعه، 210 ما كايناش. ما كايناش احسب، كايناش 210، كاينه 160 في القاعه. قال ليه كاينه 160 واحد في القاعه، والرئيس قال لهم كاينه 210 اللي صوتت بنعم. هذا الفيديو شفناه بزاف في المواقع ديال التواصل الاجتماعي، وكان ضروري خصني نهضر عليه حيت اولا كيمس لنا واحد المؤسسه اللي كبيره، وثانيا كيتعلق بقانون الماليه اللي كتعتبر بالنسبه ليا من اهم القوانين اللي كاينه في البلاد اللي كتنظم لنا النفقات والايرادات ديال الدوله كامله. ولكن للامانه بان لي ان هذا الشيء هذا غير مقصود. عاودوا الحساب. إذن الموافقون 199، راه كيدخلوا وكيخرج 199. قال لك اللي ولات علاش؟ حيت بنادم كيخرج وكيدخل. دابا تعطى الله دخلنا عليكم غير بالله، اهم قانون كاين في البلاد اللي هو قانون الماليه، واش ما قدروش هاد الاعضاء يجلسوا غير واحد 20 دقيقه بمساله التصويت؟ في التصويت نعتمد واحد العدد اللي كنطلقوا به وكنكملوا به الى الاخير، لان السيدات والساده النواب كيدخلوا وكيخرجوا. نقطه نظام السيد النائب، جاء على لسانكم اننا نكونوا حضاريين، ولكن الا كنا كنشوفوا واحد العمليه ديال التزوير امام عينين اعيننا انه ايه هذه عدد زوار. تعال شد عليا انا الكاميرا، دوز عليا اخويا هو اللي قالها نيت. انه كاين 199 وسجلته 210. سجل خليني نهضر، ما تقاطعونيش ما تقاطعنيش، ما شغلكش ما شغلكش، انا كنهضر مع الرئيس. ما شغلكش، ماشي شغلك، ماشي شغلك، ماشي شغلك، ماشي شغلك، انا كنهضر مع الرئيس. والله السيد النائب كون غير سحبتي ديك الكلمه راه صراحه هادشي راه كيوقع. انا مزوق فكاشو كيفاش ديروا سحب هذيك الكلمه ونتهناو. ما كنتجاوزوش حنا المسائل البسيطه، انا خليوه يكمل. 199 سجلنا 210، بغينا نعرفوا علاش 196 ماشي هي 210. لا الا سمحتوا كنطلب من السيد النائب يسحب كلمه زوير، لا احد يزور، الكل امامنا. الله يجازيك بخير، انا كنطلبها منك سيد النائب، انا كنطلبها منك، انا كنطلبها منك إلا سمحت. صافي راه سحب السيد النائب، صافي صافي يا سيدي هو سحبها. إذا كنشكروا هذا النائب هذا اللي سحب الكلمة ديال الزوار، وللأمانة كيف ما قال الرئيس بأن القانون ما تيمنعش أن بنادم يدخل ويخرج، فراه حاجة عادية أن الأرقام تبقى كتبدل. داكشي علاش كنتمنى من هاد البرلمانيين هادو ملي يكون شي تصويت مهم بحال هذا أنهم يديروا لهم شي لصقة في الكرسي ولا شي حاجة. وللإضافة الإخوان واحد الحاجة اللي مهمة بزاف هو أن مجلس النواب ولا مجلس المستشارين راه فيه واحد الفئة كبيرة من المثقفين، واحد الفئة كبيرة من النخب السياسية، راه تنهضروا هنا على 60% على حساب الاحصائيات اللي جابت لنا وزاره الداخليه اللي عندهم شواهد عليا. لا يمكن ان يزايد فيها احدنا على الاخر. اش كتقول هذه؟ اليوم اسمح لي، اليوم ايها الاخوان والاخوات، السيد النائب المحترم، اسمح لي السيد النائب المحترم، هذا فيه تقليل للاحترام للرئاسه. اي واقيلا كيبان لي انه بارك علينا نحبسوا هنايا. الاخوان تاكدوا تكونوا مشتركين في القناه، التعليق ديالكم تحت، واحد جيم فيديو، نشوفكم فيديو جاي، تهلاو وتفرج معاك في هذا الفيديو غيفيدك بزاف.